يا ولد ايش لك؟ طبعا قايل لكم احساسي دائما في محله. وصل الرياض ونام وراحت عليه نومه وراحت عليه التذكره. طبعا كان حاجز الساعه 12 الظهر، يعني المفروض اني اوصل عندنا الحين هنا، بس راحت. لذلك هو حجز تذكره ثانيه الساعه 5، يعني بيوصل هنا عندنا تقريبا الساعه 7. يعني ما ندري متى بنحرك وما ندري وين نروح الحين، يا قطر يا الامارات يا البحرين، وكذا في روسنا ما ادري ايش قاعدين، يعني ما ادري ايش احنا نبغى. والله ما ادري ايش احنا نبغى، احنا نبغى بس ما ادري ايش احنا نبغى. فلذلك ما لنا الا ان احنا ننتظر جميل الله ياخذه. والشكوى لله. واخر ليله تجمعنا يا هل احسن. صراحة شكرا على حفاوتكم، شكرا على استقبالكم، شكرا لكل من عزم، شكرا لكل من صور مع مشعل وسلم عليه. الله يجمعنا وياكم في جنات النعيم ويجعلنا ان شاء الله عند الهقوة. طبعا الحين اخر ليلة في الحسا، تونا تشيك اوت من الفندق او من الشاليه او من المزرعة او من البيت هذا، وماشيين الحين وين ما ندري، بس بنسافر. بس وين ما ندري، وين بنروح ما ادري. شوف والله ما ندري بس حنروح. ايش تسوي يا ولد؟ رد النظارة. ارجوك لا ترفع ضغط. الله ياخذ. رد النظارة. الله لا يشكر فضلك يا الله، لا يشكر فضلك. كيف حابس؟ يعني لما بتلبسها بس تخف طيب. يعني لعانة. يعني خباثة سفر. يعني يلعن ام الخوة. يعني بارة الخوة يا مسلم الحسن. يعني فريق ايه ده؟ تحديث يا اخوان، اخر الانباء. جميل عليه هبة الله طبعا تأخر عن الرحلة زي ما تشوفون في سنابات سعد الشمري. انتبه يا قلبي في سنابات سعد الشمري تأخر عن الرحلة، وقبلها كان جالي سولف مع سعد. يعني الولد ضايع. جميل بن نايف العتيبي الحين اتصال. ناخذ اتصال ونشوف. هلا جميل. هلا لوم. هلا حياك. بشر الرحلة راحت، لكن أنا عندي سياق شيء حلو. الرحلة راحت ها؟ إيه. آخر تحديث يا أخوان، طبعاً جميل للأسف إنسان ضايع، ومن الطبيعي جداً إنه يضيع رحلته، فلذلك ضيع رحلته بس بيجينا. وزين ما ضيع عمره. من ضيع رحلته ضيع عمره، لكن أبشركم عمره ما ضيع. فعموماً بنروح إن شاء الله وين؟ الخبر بمشيئة الله. بإذن الله الحين بنتجه الخبر، طبعاً كنسلنا. قطر عشان في التزام عندنا. اي والله طلع عندنا التزام في الخبر تو جينا قبل تقريبا ساعه، فلذلك نعتذر منكم يا القطر، وباذن الله لنا جايه اخرى. جايه كذا متفرده. اي جايه كذا رواقه قريب. روقي رايق لا ينفع تحسب. روقي رايق لابد. روقي رايق باذن الله. واحتمال نطلع من الخبر الى البحرين، باقي بنحلها وملها وبنشوف. شو مستوى الادمان اللي وصلت له يا ابو حنيف؟ في القلب ها؟ اي والله في القلب. بس يمكن اكيد يعني بس تسمع صوت واضح عليك. قلبي اسمعهم قلبي. السلام عليكم. ارحب مرحبا وناس. يلا حي ايش حالك؟ السلام عليكم. طيب اخوي احمد بن مرعي القحطاني، سلم على محمد ال دنعه. يلا حي. الله يسلم. صح النوم. الله يسلمك. صح النوم يا ولد. ايش النوم ذا؟ ايش الحياه ذي؟ الله حيه. طول هذا اخوي احمد. يا مرحبا بالشيخ. ولد الخبر طبعا. هذا ولد الخبر. انا يا داني. الله يغنيكم ويرحم والديكم. حنجينا نسير عليكم ونسير عليك انت شخصيا ونطلع من ورانا، لكنك والله انك حرجتنا بكرمك. لا انت ولا اخوياك. هذا والله اقل شيء لك يا ابو مرعي، وانت اخو غالي. كأني فدا اخوياك يعزون علي. الله يرحمه. اللي يعز عليك يعز على الجميع. الله يطول عمرك. هذا والله اقل شيء. ودي بالشيء الكبير لكن تستاهلون ان شاء الله. الله يرحمه. لا 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 ما مرينا الا ونشوفك. رد الله تكلم. نشوفك ان شاء الله بقرب فرصه ونسعها. والله نابرك الساعه. والله نابرك الساعه. زادت لك لكن المحل تعرفونه. والله يحييكم في وقت. مرحبا الف. مشينا ما وسعكم المكان. مشينا ننام. مشينا ننام. بكره اكتشفت ان هذه عندنا في المنتجع.
بس توي اجي هنا يعني تونا نصحى ومره في المعرض يعني نجلس وهناك في حديقه حيوان بس والله ما جاءنا نزورها. زبده الموضوع اكرمكم الله يا الحساء الله انها من اجمل الايام، لا من كرم ولا من حفاوه ولا من ناس تعزم وناس تحلف وناس تهدي وناس تسلم وناس تصور وناس، اقسم بالله كانت ايام حلوه جدا. اهل حساء ما انا ما انا اللي اقيمكم انتم يعني من قبل لا احمد يتكلم عنكم، صيتكم وفعلكم واصل، لكن شهاده حق الله يجعل من رباكم في الجنه صراحه في كل شخص قابلته في الحساء واكرمكم الله. طبعا خلاص سوينا تشيك اوت وطالعين، وين يا احمد طالعين؟ والله ما ندري، في خيارين ما بين البحرين ما بين الا ثلاثه، البحرين قطر الامارات، والله ما ادري الى الان ما ندري ايش هنا، بس ننتظر جميل بيوصل الساعه 7 بعدين نشوف الكلمه. طيب الان احنا ما ندري وين نروح صح؟ صح، كل واحد يختار دوله. قطر ما بين الامارات قطر والبحرين قطر الإمارات. بعد كل البحث. طيب يلا حجر ورقة فلوس. أنا أكل درع دراعي كذا وأنت كذا داير. يلا حجر ورقة فلوس. حجر ورقة فلوس. وقف. كلنا فلوس. حجر ورقة فلوس. طيب. أنا أكل. ولا حد ولا حد. أنا أكل. ولا حد ولا حد. ولا حد. لا تعقب قطر الامارات. حجر ورقه مقص. حجر ورقه مقص. الامارات توكلنا على الله. لا 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 انا ما ادري متى على اقترب وقت اذان المغرب خلاص يعني يا جميل. انا ماني معكم في الحسبه. الانسان يقول انت تبغى قهوه تخيل معلومة لأنك ما تنزل. واللي ماني أحب أتكلم يا أحمد حنيف. ليش؟ كم مرة نزلنا؟ كم مرة؟ أنا قاعد أسوق السواق ما ينزل. ليه؟ السواق ما ينزل. وش عليه السواق؟ هذه قاعدة. كلاود ما نقدر ندخل؟ لا. ندخل في كلاود ندخل في كلاود. والله خلاص قررنا القرار الأخير إن شاء الله بنروح الخبر الحين. نتمشى في الخبر ونشوف هالخبر. إلين يشوف جميل بعيوننا ما عاد خلاص ما نصدق. إذا جاء جميل وسلمنا عليه كذا صور إنسان آدمي قدامنا بعدها بنقرر وين نروح. خلاص ممكن مرة خلاص نجلس الخبر. بس 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 ادعم السياحة الداخلية. شو اتضح لك؟ اتضح لي أن جميل أفشل واحد في السفر. لا غير عن كذا إنسان ضايع. ضايع 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 ما أدري لو ما هي معلقته مع الله. مرحبتين حتى وما حتى مستحي صح صح عادي صح صح عادي صح عادي بارك حوالي خوي لده يا مرحبا لنا. أهلا وسهلا يا من لعب فينا وبهذلنا وبهذل نفسه وبهذل الناس وبهذل الجمهور. اسمع مواصل لا 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 أمي دقة تقول تخيل أمي تدق تقول ها جميل وين. والله 38 ساعة مواصل هو الترحلتين وجاكم خط يا أخي. أنا كل شيء على جنب. أمي تسأل عنك وأنا لا منها. والله أمي الله يطول بعمرها ماجدة آمين بيض الله وجهها. منها والله عرفت تربي. أنا أشهد جاني فتاك. الله يربي الله يربي أيامك. خلاص يا خفيف خلاص الله يجود على اخوك ويكرم الجنه. انا والله اني ابغى اصوره لكن زحمه لكن الله يجود عليه ويكرم الجنه. والله الذي لا اله الا هو ان احرجنا وان العتب عليك واجد لكن من طيبكم ومن طول المراجل. الله يرحم والديك وبلسان اخوي. والله ما هو بحق لكن يعني والله ايش الجدول ذا الحين؟ الجدول طيور السلامه تنحل لهم الا وبقى باقي بسرعه 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 بسرعه. يا اخي ما معي شنطه يا اخي. انت بتفضحون بدايه حياتك اصلا كانك رايح تمرين بسرعه. والله ان الشنطه في البيت من قوه الاستعجال والله لا اخذت غيارات ولا اخذت شنطه ولا شيء. ركبت شغلت ما احتاج ذا كله. طلع لي البطاقه بسرعه بسرعه. طيب بس ابغى اشوفها بسرعه بعيني. ها ما عاد اثق والله ما عاد اثق الين اشوفها بعيني واتاكد. شوف طلع 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 ما لقيته في امك. اي نذر. اصبر اصبر بدور اصبر. احمد لا 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 تكفى لا توجهك كان يسمع. والله بس سعد شر والله بس
سعد الله لا 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 رقم الهويه طلع لا لا ما طلع ما طلع رقم الهويه طلع يا رجل وش هويتك امشي علي الطيش تالي ذا الليل التالي طالع ماركم سيارتي اقساط يعني انا مشتريها اقساط واذا ابغى اطلع برا السعوديه لازم اخذ تفويض من البنك عشان اقدر اطلع الموضوع بيحتاج ان ننتظر بكره فاستاجرنا لنا سياره الحين وهذا انا جهز الشنطة انتظر عيال يجون بعدين توكل على الله الى البحرين هاتوا جداولكم يا البحرين والفنادق ومنتجات حلوة انا ابغى منتج فخم بغض النظر عن كل شيء تدري شيء اللي ضاغطني ايش ان السيارة باسمك هذا اللي ضاغطني ما اقدر اجرك ليش عطنا اعطيك سبب هنا سبب هذا سبب ورا كل مصيبه بسمره بس والله انا بس والله انا من فزعت كل يوم حطيت ابشر وغيرته وعطيتني رقم يعني كل شيء يفداك لكن المشكله ان السياره باسم ذا تخيل هنا يقوم متى ما يبي ترى لا خذ الباب روح له المونتيرو ولا الجاردت عشان حقت امك المونتيرو وإذا ما يحكي إذا جينا في المواتر في التشارجر خسر والله المونتير حق أمي أفضل من كل شيء عشان حق أمك ولا صدق يعني في المواتر والله التشارجر تعقب يا ودن عبي سفريتنا 10 تعبيات فل ليه هذا لو أني ما أخذ تذكرة رايح للعلا أزيد هذا من طيبك طال عمرك أي والله يسعدك يا أخي أنت دانيك مركبة ولا جايك طبعا المفروض ان احنا ماسكين الخط ولكن كل جروب عظيم فيه واحد زك انت كنت تحاشى هذه الكلمه اتحاشى هذه الكلمه لكن والله صدق والله انه صدق هي الكلمه اللي تحس انك قلتها فعلا هذا هو يا رب ناسي الرحله والله انه زك يا احمد قول الخلاق وسط رجع النظاره لا تراها لهني خلاص اي لا خلاص من شيء حرك رجع النظاره ما لك دخل يا ليش تأشري رجع النظاره تراها لهني انزل صح لا والله ما يعني قلنا لك والله انزل والله ما انزل يا مشعل والله ما لا تزعط والله ما لا تزعط ازعط وازعط عليه لا تزعط يا مشعل ازعط عليه لا انزل صح؟ لا والله ما يعني قلنا لك والله انزل والله ما انزل يا مشعل والله ما لا تزعل والله ما لا تزعل ازعل الاول من الاولات الله يبيض وجهه احمد بن مرعي ابن جمال اكرمنا هو واخويا والله يبغريب تعالي الله يرحم والديك تستاهل الله يبغريب تعالي كنت الله يرحم ولا اخوك اني ارد بالنيابه عن اخوي جاني بداك انا اخوي واحد طال عمرك ولا هو بحق يا حبيبي والله انهم حلفوا على كرامتكم لكن تبشرون ان شاء الله بالعمر اقول كفو والله هو من عزم اكرم الله يرحمه بيض الله وجهه وانت وش فيك حاد من عمرك كذا يا اخوي شاش راسي يا ولد من الموقف اللي جيته هلا هلا من الموقف اللي قدامي يا شوش الراس يا ولد الدنيا اللي هو معي قلت حذفتها سم وصلنا الشيخ الله يبيض وجهه الله يبيض وجهه عليش عليش الله يبيض وجهه صح والله معليش انا اسف الله يسود وجهه الله يسود وجهك طاقه الحمام موجود فين في خاشة خاشة شوفها قد شفتها بعيني ازهل يا ابو ناصر فين فين ما تدقيني شباب الباب ديه قد عرفتها شوالا قد عرفتها قد شيكت الله يبيض وجهك ازهلني اقول انك رجال مزبراني واصل كارس بيض الله وجهك الله يجعلني فداك وانا ما جارة جارة من الف جارة من الف دار ابك ابدك وانت يا شيخ ومعرف ان جد اساس جعلني فداك طبعا كانت هي مشكلة ابو حنيف ان ايش ان سيارتك سيارتي على البنك ولازم انتظر الصباح البنك واخذ تفويض وشغله نعم فمشوار فاستغلينا هذا الوقت وسجلنا سيارة وسجلنا سيارة نعم طبعا والوضع ايش؟ شيرينج يعني كل شيرينج از كيرينج شيرينج از كيرينج يعني كل ساعة واحد يسوق ها حوله جيت رسالة نحول الحين؟ نعم قلت لك انا ابوي لا 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 ما له طيب من اللي مستاجر السيارة؟ انت طال عمرك حلو يعني ايش تنزل ايش؟ وين؟ لا القطة تنزل لان السيارة هي اللي تشلكم باسمي ما اللي دفع السيارة؟ انت 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 وياه بكيفكم تفاهموا معه انت اللي دافع تفاهموا معكم تفاهموا معكم اهل القطة عين اعطي دنعة الشيء الثاني طلع ماركم دقيقة
فيه شروط واساسيات تلتزمون بها داخل السياره. انا الدي جي، ما امسك دي جي من يوم شيء. دي جي احمد انت يا مشعل؟ اعلمك السواقه. اوه يا اخي انت انت اسطوره السواقه. لا لا اعرف ابو مرعي ما بيغلط. وانت يا مرعي؟ انا ركب قدام معاون. مرعي انت يا ابو جميل؟ لا قدام معاون. اشرب مويه انت. دقيقه دقيقه انت الحمد لله ان شاء الله السلامه. اللهم لك الحمد وصلنا للرياض. بعد محاولات اني اضبط الشريحه طبعا من اليوم واصل، من اليوم قاعد احك جبهت من التوتر، من الساعه 2 وانا منقطع نت، لا صرافات لا دنيا، حاله بقعه كلها من الشركه ذيك. والله ما انسى درس. نعم الحياه دروس. اهم شيء اني في الرياض الحين، خلصنا الشغلات بسيطه بعدين نرجع على الشرقية بإذن الله. مطهرة البعير، هذا هو الظروف الحقيقية اللي قاعد تواجهها يا أبو. فوش وش العزال؟ عزال إنه تقول إنه ابتلاء، دفعة بلاء، تكفير عن ذنوب، قطار راح، نت ما أدري وين، يعني وهذا قوة التحمل عندك يا أبو نايف. يعني الصدق تبي زي كذا أقول لك. كلام بك تهونها يا اخي، تسودها علي. لا انا جبتها بالتهوين. لا انت قاعد تزودها علي يا اخي، تكبرها. اسمع جبتها بالتهوين ما رفض، جبتها بالطريقه هذه جازت لك. اللي قلت لك وش تروحون اقعد اسبوع برياض وتمشوا على راحتكم، بعدين روقوا هدوا شوي. طيب هدوا، قطار راح 120 فدا ان شاء الله ما بشي. وش صار شيء؟ في عندك مريض، عندك شغل، عندك مقابله وظيفيه؟ لا هدوا. طيب مش وين تشكى القش اللي قصف الظهر البعير؟ صور لو خير الانسان. لو خير والله قايل كذا هو مش وين. اسمع قايل كذا مش وين كذا وحط يده كذا، قال لو خير الانسان بين القدر وبين ما يريد لاختار القدر. الله انت وش صار يا حلال. اللهم لك الحمد على كل شيء يصير. طبعا راحت الرحله مواصله 24 ساعه، واخذت غطى ساعتين يمكن او ساعه ونص عشان الحق عليها، لكن راحت. ولكن الان اخذ لي بس طاقه وخط وشيء في خاطرك لا تخليه في خاطرك، كمل الشحم الحياة من الروح. نعم الله يسرها. أنا أساسيات الخط قبل لا تمشي وش تسوي وفرحاتك يا حبيبي. نعم لكن أهم حاجة قبل لا تمسك خط، بحكم مواقف كثيرة حصلت لي، خل معك فلوس كاش، أصرف معك اللي تقدر عليه كاش، وخل معك حبتين ثلاثة موية. هذا شيء ضروري. أمور كثيرة صارت لي بعد توفيق الله ستره، الحشين هذه فكت ازمة علي، فلازم تكون السيارة الحين. نبي ناخذ برينين ثلاثة وان شاء الله انها تكون كافية. من الاشياء المؤسفة عطوة كانت موقفة في برحة. نعم واتوقع ان عيال الحارة طفشوا وقالوا خلونا نلعب على السيارة، فغبار وحوسة شوفوا كيف طلعت. هنا كانوا يلعبون هنا الله يصلحهم. كذا اذا شفتوا عجة شاطفة كذا من الشرقية اعرفوا انه جميل. ما عندي وقت غسل اموته، لازم احرك الحين. السلام عليكم. نعم من قلب الخبر اللهم لك الحمد. وصلنا والرحلة العظيمة هذه درس، درس نعم ألا تيأس. راحت رحلتين والنوم متلخبط والدنيا منحاسة، ولكن بفضل الله والله يجعل فيها الخير ان شاء الله. الحين عاد ما ادري عن الشباب اللي هي فوزير، يعني انا ممكن اتوقع رقم الغرفة اطق اي باب بس وبعدها نكمل رحلتنا ان شاء الله. الحين خلينا نشوف اطق ذا ولا ذا ولا ذا، خليني بطق ذا. طبعا ما يحتاج اقولكم ان الحدود يرفضون خروج سيارة احمد، عشان يبي لها اوراق وترتيبات من بدري ما سويناها. فوش سوينا دناوي؟ طبعا استاجرنا سيارة. طبعا شوفوا هذه نصيحة لكل واحد بيستاجر سيارة، قبل ما تطلعها صورها فيديو كامل. يلا يلا توكلنا على تندى فوق تحت اي شيء. يلا يلا نزلنا نزلنا بسم الله. شيك لي على حكوك. ها حكوك الربع احفظوا معي تكفون. تراها باسم دنعة والله العظيم. يد محظوظ انت ما يحتاج يقول. لا لا ما شاء الله تبارك الله، والله وردة والله وردة. اوكي ان شاء الله. فك فك الكبوت، فك الكبوت يا ولد. كيف هتفك الكبوت؟ ما تعرف تفك الكبوت الله يهديك. ان شاء الله. ايش اعوذ بالله. والله انهانت علي وصخت عطوه. رجع رجع الموتر ما يصلح. ليه؟ تعال شوف العجه.
يذمك. هات طعس داخل يا ولد، شوف فك انصدم انت. لف اليمين هنا، لف اليمين. اي مدير سوي نظافه. ويش تنفعك النظافه؟ لا يصلح العطار، ما افسده الدهر يا دنعه. شوف شوف هناك من فوق، انا مفخ هذا الحين كله والله.